بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. توقفنا في الفيديو السابق عند مثال 5، وهو كان آخر مثال في دوائر التوالي، وتحدثنا عن خصائص دوائر التوالي. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتحدث عن دوائر التوازي في التيار المتردد وخصائص هذه الدوائر. من خصائص هذه الدوائر هي دوائر التوازي أن الجهد عندي متساوي، جهد المصدر مع هبوط الجهد على المعوقات، وكذلك التيار مختلف حسب كل فرع. بينما في دوائر التوالي نجد أن التيار ثابت لأنه لا يوجد أي تفرع في دوائر التوالي، بينما الجهد راح يكون مختلف. وفي اللي هو في دوائر التوازي يظهر أهمية استخدام قانون كيرشوف للتيار، أما في دوائر التوالي فيظهر أهمية استخدام قانون كيرشوف للجهد. كما ذكرنا أن قانون كيرشوف للتيار بسبب اختلاف التيار، لاحظوا أنه في هذه الدائرة مثلا عندي دائرة مصدر موصل R و C على التوازي، راح يكون عند الجهد ثابت الـ A يساوي الـ VR اللي هو هبوط الجهد على الـ R، وكذلك يساوي هبوط الجهد على الـ C، فنجد أنه الـ A يساوي الـ VR ويساوي الـ VC. إيش السبب؟ أنه دائرة على التوازي، مرتبطة على التوازي، ولا يوجد عناصر بين المصدر والمقاومة أو المقاومة والمكثف، وبالتالي فقانون كيرشوف للجهد هنا لا نستطيع تطبيقه، بينما قانون كيرشوف للتيار نستطيع تطبيقه لأن التيار راح ينبع من المصدر، وبالتالي يوصل عند هذه النقطة فيجد هذا التفرع فيتفرع هنا IR وهنا IC، فيصير عندي الIT اللي هو جاي من المصدر وعايد للمصدر، كذلك راح يوصل لهذه النقطة يتفرع يساوي IR زائد IC، IT يساوي IR زائد IC. راح نتحدث عن الزد وطريقة اللي هو حساب المعوقة المكافئة أو الكلية في اللي هو المثال القادم بإذن الله. عندي هنا مثال 6 في دائرة التوازي الموضحة في الشكل، عندي الار 4 أوم والإكس سي 10 أوم، وعندي الفي تي اللي هو يساوي 20 جذر 2 ساين 377 تي زائد 30. لاحظين الإشارة اللي يساوي غير موجودة، ومفترض أن يكون في إشارة سالبة هنا. أوكي، ففي تي يساوي 20 جذر 2 ساين 377 تي، والزاوية عندي 30 اللي هو للجهد المصدر. المطلوب المعوقة المكافئة، وارسم شكلها واتجاهاتها، التيار الكلي في الدائرة، التيار IR وIC، التيار IR وIC. خلينا ناخذ المثال، نرسم الدائرة. عندي الـ R، من عندي الـ C، لاحظ أن الـ R 4 أوم والـ XC أعطاني 10 أوم فما يحتاج أحسبها، بينما الجهد المصدر اللي هو أعطاني الصيغة العامة الـ VT تساوي 20 جذر 2 ساين 377 تي، هذه سرعة الزاوية دوران المحرك، زايد 30 اللي هو الزاوية، هتكون الزاوية. هنا عندي الجهد اللي هو في ماكس، أبغى أحتاج منه اللي هو VRMS، فعندي VRMS يساوي هذا تقسيم جذر 2، فتروح جذر 2 فيبقى عندي 20 فولت، والزاوية راح تكون 30. أوكي، بالتالي هنا الجهد المصدر راح يكون يساوي 20 والزاوية 30. في
البداية طلب المعاوقة المكافئة، واحد المعاوقة المكافئة زي ما أعرف إنه هنا الـ R توازي الـ XC، فبالتالي الـ Z كمتجه تساوي واحد على R زائد واحد على XC كلها كمتجه السالب واحد، أو بالصيغة المفضلة إذا كان عندي عنصرين على التوازي فأستطيع أن أقول المضروب على المجموع، يصير عندي الـ R مضروب في XC كمتجه على الـ R زائد الـ XC. الـ R بـ4 كما نعرف الزاوية صفر ما يحتاج أكتبها، الـ XC بـ10 والزاوية دائما وأبدا سالب 90. سالب 90 هنا عندي أستطيع أن أكتب بهذه الصيغ نفس الشيء، أو أقول 4 ناقص J10. إيش السبب؟ أستطيع أن أقول 4 زائد 10 والزاوية سالب 90، أو سالب J10 وسالب J هي اللي تمثل الزاوية سالب 90. فهذه الصيغة التعامدية وهذه الصيغة القطبية، راح أضربهم في بعض راح يصيروا عندي 40 والزاوية سالب 90 على 4 تقسيم اللي هو 4 ناقص J10. حسبها بالآلة، بسط على مقام 40 والزاوية سالب 90 تقسيم 4 ناقص، ما يستطيع بلال الكاسيو يكتب J10 فأكتب 10i، 10i لأن الآلة ما تقبل الآي قبل ما تقبل الحرف يعني قبل العدد، راح يديني الناتج على الشكل، راح يساوي 3.7131 والزاوية راح تكون سالب 21.8. اوكي هذه معوقة المكافئة. نرسم شكلها اللي هو بالدائرة راح تكون بهذا الشكل كذلك، هذه تدينا فكرة كيف نحسب التيار، راح يكون بشكل بوكس، هذا هو يمثل الزد اللي قيمتها 3.71 والزاوية سالب 21.8. هنا عندي الـ E، فهنا عندي الـ I T بهذا الشكل. الفقرة الثانية المطلوب عندي هو التيار الكلي، فنعلم انه من قانون اوم الـ IT يساوي IT يساوي الـ E المصدر على الـ Z عندي 20 والزاوية 30 تقسيم 3 3.71 والزاوية سالب 21.8، ونحسبها بالآلة راح تديني 20 والزاوية 30 تقسيم 3.71 والزاوية راح تكون سالب 21.8. SD عشان نحولها إلى من كسور إلى أرقام بفواصل، تصير 5.39 والزاوية عندي 51.8، 51.8 أمبير، أمبير استطيع اكتبها كذا بين قوسين او اكتبها هنا بين الزاوية وبين العدد اي تي. هذا التيار الكلي، باقي التيار الاي ار طلب مني، راح لان التيار من المصدر هنا مكانه هنا اتجاهه، عندي هنا الاي تي، هنا عندي الاي ار، وهنا الاي سي. تلاحظوا ان انا كتبت الاي بالسمول لتر بالاحرف الصغيرة بينما في السؤال بالاحرف الكبيرة، ما راح يختلف، لكن الأفضل في الـ AC دائما أنه تكتب بالحروف الصغيرة بينما في الـ DC تكتب الأحرف الكبيرة، وما في فرق يعني في الحل أوكي، لكن هو الأفضل. التيار في الأفرع اللي هو الـ IR والـ IC نعلم أنه الجهد هنا يساوي الجهد هذا ويساوي الجهد هذا لأنه دائرة توازي، فبالتالي الـ E المصدر يساوي الـ VR
ويساوي الفي سي. اوكي، وبالتالي عندي الاي ار يساوي الفي ار على ار، اللي هو الفي ار جهد المصدر اللي هو 20 والزاوية 30 تقسيم الار اللي هو 4، يصير 20 على 4. هنا الزاوية اكيد صفر، تكتب تكتب او ما تكتب، المعلوم انه اي رقم زاويته صفر اذا لا يوجد له زاوية. 20 على 4 تكون 5 والزاوية 30، 30 امبير. الان عندي خيارين لحساب الاي سي، يا نفس الطريقة اقول في سي على اكس سي، او اقول اللي هو اي سي يساوي اي تي ناقص اي ار. ايش السبب؟ التيار اتى اللي هو التيار الكلي اتى منها من المصدر تفرع هنا، فاكيد انه الاي سي هو عبارة عن هذا التيار مطروح منه الاي ار، فعندك الخيارين هذه كلها تعطيك نفس الناتج. اوكي، فالفي سي اللي هو نفس جهد المصدر كما ذكرنا سابقا 20 والزاوية 30، والاكس سي اللي هو 10 والزاوية، لا تنسى دائما هذه في اشكالية الطلاب ينسون الزوايا، فتصير 10 على 20 على 10 راح تكون 2، والزاوية هي 30 ناقص ناقص راح تصير موجة، فتصير عندي 120، او العكس اللي هو راح اطرح الاي تي اللي هو هذا ناقص هذا راح تديني نفس القيمة، اطرحها بالآلة هذا هو الاي تي، نقول 5.39 والزاوية 51.8 ناقص 5 راح تديني أكيد بالفواصل لأنه عندي هنا فواصل. أوكي، فتصير هنا 5 والزاوية 30. أوكي، راح تديني 1.2 والزاوية 119.78 تقريبا 120، فنفس الشيء راح تكون 2 والزاوية 119.87. اوكي، هذه امبير امبير. اوكي، وبكذا تحقق قانون كيرشوف للتيار، قانون كيرشوف للتيار اللي هو مصدر مصدر اللي هو او يطبق فعليا في دوائر التوازي، في دوائر التوازي، بينما قانون كيرشوف للجهد يطبق في دوائر التوالي. لاحظ المثال هذا بسيط جدا، تطبيقه بسيط، لكن لابد أن تعلم الأساسيات اللي ذكرناها سابقا لدوائر التوازي قبل بداية الحل، تعرف أنه أنا عندي التيارات متفرعة، الجهود متساوية، لكي يسهل عليك الحل، لكي يسهل عليك طريقة الحل. طيب، انتقل اللي هو الشريحة اللي تليها. عندي دائرة RL على التوازي، راح نتعامل معاها كما تعاملنا سابقا مع دائرة اللي هو الـ RC، مقاومة موصلة على التوازي مع مفاعلة حثية اللي هو مع الـ L. اوكي، وعندي هنا مثال 7 في دائرة التوازي الموضحة بالشكل التالي: الـ XL 12 والـ R عندي 6 والـ VT كذلك. هنا أعتذر عن الخطأ، هو VT يساوي في علامة يساوي بين الـ VT والـ 30، فصير في تي يساوي 30 وجذر 2 ساين 377 تي، ولاحظ ان الزاوية صفر ما اعطاني زاوية. الطلبات نفس الشيء، نفس ما سبق، نفس السؤال السابق، المعوق المكعب برسم شكل او اتجاه، التيار الكلي، تيار اي ار واي ال، واثبت ان الاي تي المصدر هو تيار المصدر يساوي اي ار زائد اي ال، واللي هو ذكرنا سابقا انه هو يعبر عن قانون كيرشوف للتيار. خلينا نرسم الدائرة، بالتالي عندي مصدر، عندي هنا R، عندي L، ال R قيمتها في السؤال 6 أوم، ال XL 12 أوم، يعني ما أحتاج أحسبها لأنه أعطاني قيمتها. المصدر اللي هو اداني الصيغة العامة الـ VT تساوي 30 والزاوية عفوا جذر 2 ساين 377 تي، بالتالي عندي الـ VRMS 30 جذر 2 على جذر 2 راح تروح جذر 2، فتصير عندي الـ E المصدر يمثل 30 فولت والزاوية صفر. كما نعلم أن الـ IT بهذا الاتجاه
وصل للنقطة هذه تفرع. هذه الأساسية درستوها في سبق، درستوها في التيار المستمر أو في هندسة كهربائية. واحد هنا الاي ال، اوكي، واحد احسب الزد المعوقة الكلية وتمثل عندي، استطيع ان اكتب الصيغة العامة الأساسية يعني ار توازي اكس ال. هنا ما سجلتها قبل لكن نفس الفكرة هذه، يعني استطيع ان اقول هنا زد، هنا الزد اقول تساوي ار توازي اكس سي. اوكي، هذا السؤال السابق. طيب فهنا عندي الار توازي اكس سي المضروب في المجموع، يعني ار مضروبة في اكس ال كلها كمتجه على ار زايد اكس ال. الار عندي 6 اوم مضروبة في اكس ال 12، الزاوية قطعا 90 بالموجب، بينما الاكس سي سالب 90. وهنا الار نكتبها حبينا بالصيغة التعاملية والقطبية كلها صحيحة، 6 زايد لاحظ جي 90، كتبتها هنا بالتعاملية لأنه في عملية جمع، ولو كتبتها مثلا 12، عفوا هنا 12، ولو كتبتها مثلا 12 والزاوية 90 صحيحة، فكل الطريقتين صحيحة. يعني أستطيع أن أكتبها بهذه الطريقة أو أقدر أكتبها زايد 6 زايد 12 والزاوية 90 كلها صحيحة، يا هذه يا هذه. اوكي، بس انه عشان هنا في عملية جمع، اوكي، فحبيت اكتبها بالصيغة التعاملية هنا 12. اوكي، طيب نحسبها بالآلة، والبسط على مقام 6 مضروب افتح قوس، استخدم الأقواس حبذا، بعض الحالات ما تحتاج أقواس، لكن في أضمك للحل انه تستخدم الأقواس. 6 في 12 والزاوية 90، والأسفل اللي هو المقام 6 زايد 12 آي. أعدي الناتج 5.366، فبعد الستة 6 فراح أقربها أخليها 7، والزاوية راح تكون 26.565، يعني تصير 5.7. هذه المعاوقة المكافئة، المعاوقة المكافئة رقم واحد. اثنين التيار الكلي، نقول اثنين، نقول الـ IT نفس ما سبق، E على الزد تصير 30 تقسيم الزد اللي هو هذه القيمة 5.37، والزاوية راح تكون 26.57. عندي 30 والمقام 5.37، والزاوية راح تكون 26.57، راح تديني اس دي 5.586، فقربها 9، والزاوية راح تكون سالب 26.57. امبير. طبعا هذا الاي تي. الفقره الثالثه طلب التيار اللي هو اي ار واي ال، نقول 3 اي ار تساوي الفي ار، الجهد على الفي ار على ار، كما نعلم سابقا انه الاي يساوي الفي ار ويساوي الاكس ال، يساوي لانه التيار اللي مر على الار راح يتولد عندي هو جهد في ار، وهنا زايد ناقص في ال. ولاحظ ان حطيت الموجب والسالب رغم ان الدائرة تيار مصدر اللي هو تيار متردد، وبالتالي لا يوجد هنا موجب وسالب، لكن لتسهيل الحل دائما نفرض انه ابتداء التيار او بداية دخوله للمعاوقة او المقاومة او المكثف او الملف بالموجب ويطلع بالسالب، هذه فقط لتسهيل الحل، فصير عندي في ار وفي ال، فاي يساوي في ار ويساوي في ال كما تحدثنا عنه سابقا. نذكرها هنا انه الفي ار يساوي الفي ال لانه يوازي، كلهم يوازون اللي هو مصدر الجهد، فعندي الفي ار 30 والار عندي 6، بالتالي عندي الجهد هو عفوا التيار المار في المقاومة 35 تقسيم 6 يكون 5 امبير. اوكي، بينما الاي ال
لاحظ ان هنا ما في زوايا، لان هنا ما في زاوية للمصدر وما في زاوية للار، هنا بصفر هنا بصفر كلها، حتى هنا راح تكون الزاوية صفر. فال اي ال تيار المار في الملف راح يكون عندي في ال على اكس ال، في ال 30 والزاوية اللي هي اكس ال راح يكون 12، والزاوية كما ذكرنا سابقا 90 بالموجب، فراح يصير 30 تقسيم 12 راح تكون 30 تقسيم 12. لاحظ اني ما قسمت الزاوية لاني اعرف انه هذه راح تطلع بالسالب، فراح تصير عندي 2.5، والزاوية راح تكون سالب 90، او اقسمها بالآلة راح تطلع معك هذه النتيجة 2.5 امبير. اوكي طيب، 4 طلب مني اثبات اللي هو قانون كيرشوف للتيار، انه الاي تي يساوي الاي ال زائد الاي ار، وبالتالي واللي هو 5 هذا الاي ار، والاي ال اللي هو 2 زائد 2.5 والزاوية سالب 90، او استطيع اقول اللي هو سالب جي 2.5، لكن كلها صحيحة. فجمعها بالآلة راح تكون 5 زائد 2.5، فتحت قوس، لاحظ هنا لأنه في زاوية تابعة لهذه القيمة، أوكي، والزاوية راح تكون سالب 90، الناتج راح يديني اس دي 5.59، والزاوية راح تكون سالب 26.565، تصير 5.7. خلينا نتأكد. هذا هو التيار الكلي، وهنا سبق اني حسبت التيار الكلي، لاحظ انه نفس القيمة، نفس القيمة والزوايا، بالتالي تأكد ان الحل هذا صحيح 100% ان شاء الله.